السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعت خروج مصر، يعني الموضوع ما كانش مفاجأة بالنسبة لي، وانا قلت لكم قبل البطولة خالص التوقعات دي لازم تتوقع فنيا، تشوف المنتخبات الاول. كان في ناس عملوا فيديوهات كتيرة قبل البطولة وتوقعاتي من يوصل نهائي، كل دول كذابين، لان البطولة 24 منتخب، هل انت شفتهم كلهم؟ يعني انت لو هترشح واحد ان يوصل نهائي، هل انت شفت الباقي قوتهم عاملة ازاي؟ وكان كلامي مظبوط، وفعلا في منتخبات كانت مستواها مفاجأة بالنسبة لنا وعملت نتائج مفاجأة لينا كلنا يعني. فالحمد لله شفت دوري المجموعات، كل منتخب على الأقل شفته مباراة واحدة. ده حاله دلوقتي، مفيش حاجة اسمها تاريخ زي مصر كده. شفت مصر 3 مباريات وحللتهم، وشفت الكونغو مباراة واحدة مع المغرب لما تعادلت مع المغرب. في توقعاتي قبل دور الستاشر قلت أنجولا هتكسب ناميبيا، توقعاتي طلعت صح بناء على اللي شفته في الملعب. قلت نيجيريا هتكسب الكاميرون، وتوقعاتي طلعت صح، نيجيريا كسبت الكاميرون. غينيا الاستوائية أنا توقعت هي اللي هتفوز على غينيا، لكن في لاعب منهم اضطرد وكان حالهم غريب جدا ومفاجأة في الدورة كلها ودورة المفاجآت. غينيا الاستوائية طلع توقعي مش تمام وغينيا خرجت. مصر وأنجولا، شوف أنا قلت إيه في توقعاتي في مصر، شوف بالظبط أنا قلت إيه قبل المباراة بيومين. والرأس الأخضر والمغرب. طيب الناحية التانية مصر مع الكونغو، أتمنى من قلبي يبقى مصر، ولكن إحساسي الكونغو اللي هيوصل. غينيا الاستوائية وغينيا تمام، قبل الماتش بيومين قلت أتمنى مصر، ولكن أنا إحساسي اللي شفته في الملعب، الكونغو شفتهم مع المغرب الشوط الثاني كانوا رائعين وتعادلوا مع المغرب. مصر شفتها في 3 ماتشات ملهاش أي ملامح، أخطاء دفاعية ولا أطفال صغيرين، وسط ملعب مفيش خالص المهاجمين. طبعا طالما وسط ملعب مفيش المهاجمين بتوصل لهم كور عشوائية، فأنا كنت متوقع خروج منتخب مصر زي ما أنا أتوقع دلوقتي. إنك تعمل لايك وتدعمنا بلايك دايما عشان نفضل مع بعض على طول. شكرا.